العلامة اللي قدامنا هنا لوحدها بتتنطق إيماخ، ومعناها المبجل أو المحترم. اختلف العلماء على شكل العلامة، في اللي شافها على شكل المنشة اللي بيمسكها النبيل دايماً في إيده، وفي اللي شافها إنها أشبه بالحبل الشوكي. كلمة إيماخو ممكن نشوفها مكتوبة بكذا صورة، ممكن تتكتب بالواو اللي هو على شكل فرخ السمان وبتتنطق إيماخو، وبتبقى في بعض الحالات ممكن تتكتب بالياء على شكل ورقتين وتتنطق إيماخي، ولو حطينا طاء التأنيث اللي هي على شكل رغيف العيش بقت إيماخت ويقصد بها سيدة. Just